اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الاستاذ عبد الحكيم ابو علم اللي بينورنا كل يوم اثنين في برنامج الترند. استاذ عبد الحكيم منور الدنيا. الله يكرمك يا محمد، انا بكون سعيد معاك، ونتمنى ان احنا نقدم حاجه تكون يعني فيها على الاقل فايده للناس، مش زي اللي احنا بنشوف في الوسط في الايام الاخيره في بعض وسائل الاعلام وبعض منصات الاعلام. الناس يعني على الاقل حتى ما كانتش مثلا تستفيد بتقدم ماده صحيحه، تبقى صوره كويسه عن الاعلام. اكيد احنا محتاجين نتكلم في الكوره، وبنتكلم في تفاصيل مهمه جدا على المستوى الفني وعلى المستوى المهني كمان، كاخبار بتتداول في المواقع الرياضيه ومن خلال الصحف. ولكن عايز ابدا معاه من اتجاه السوشيال ميديا. هي السوشيال ميديا بقت فيها شحن كبير قوي واخبار مفبركه وسكرينات ممكن تكون مفبركه، شايف المشهد ده ازاي؟ وانت ناقد رياضي اكيد مهتم جدا بالعمل الاعلامي والمهني وتاثير السوشيال ميديا على الكلام ده. تصدق فعلا دي قضيه خطيره جدا. يعني انا عايز اقول لك مثلا اني يعني بالنسبه لي متفاجئ من طرح الموضوع، بس انا عايز اقول لك على حاجه. مثلا احنا بنحاسب لعيبه الكوره على كل همسه ولمسه، واحنا اكتر ناس بننتقد لعيبه الكوره على ان في بعض الناس مثلا مش مدركه ان هي مثلا في كيان كبير او لاعب او اتنين، يعني بتحاسبه على التصرف، ممكن يكون حضر المناسبه وبتاع، وده على فكره حق طبيعي للجمهور وحق لاي حد. بس انت في نفس الوقت هو لعيب الكوره في الاول وفي الاخر ده بني ادم انسان. طب انا عايزك تتخيل انت لو ضربت سكرين او عملت سكرين مثلا للاعب ان هو بصوره تيشيرت الزمالك والاجواء مشتعله وان دي منزلها على صفحته، انت متخيل مثلا لو في جمهور تاني يا محمد من النوعيه اللي هي متحمسه زياده عن لازم لفرقتها وشايفه انتماء اللاعب، وقابلت اللاعب في مطعم مع اسرته، وقابلته في اي مكان موجود فيه، وحصل موقف مش حلو نتيجه سكرينه انت ضربتها او عملتها حتى على السوشيال ميديا، فانت هنا ازاي تظبط الموضوع ده وازاي تقفله؟ انت الاربع ايام، خلينا نتكلم بوضوح شديد جدا من غير ما نزوق الكلام. امام عاشور اخر يومين ثلاثه ضربت كم سكرينات عليه وعلى محمد الشناوي وعلى لعيبه مثلا، بس خلينا نتكلم على ان كان في واقع. انا عايزك تتخيل لو في بني ادم عادي، يعني انسان عادي ما عندوش ادراك لان معظم الحاجات دي اغلبها فيك، وقابل امام عاشور في مطعم ويقول له انت منزل صوره الزمالك وبتاع، راجل كان مع اسرته بيتعشى في اي مكان يعني عادي، وحصلت مشكله وحصل اعتداء حصل ضرب، واقع الكلام اللي انت بتعمله ده على اللاعب شكله ايه؟ طب احنا وصلنا لمرحله احنا بنحاسب اللعيبه وده حقك، لكن امتى نحمي اللعيبه؟ ما هو ده على فكره الاتحاد الدولي لكره القدم في كل بطوله، وارجع كده للبطولات الكبيره، بيعمل منصه اسمها اللي مش عارف، انا مش فاكر المسمى بتاعها، بس ما معناه ان انت بتحمي اللعيبه من الاهانه او العنصريه او لا اللي هو اللي جوه يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، ودي كانت اخر حاجه في كاس العالم للسيدات اللي اتلعبت في المكسيك على ما اتذكر، كاس العالم للسيدات كان فيها الموضوع ده، في منصه عبر مواقع التواصل الاجتماعي انك بتحمي اللعيبه من اللي بيحصل لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، اي اهانه اي حاجه من الكلام ده كله. فبالتالي امتى احنا نطبق الكلام ده؟ واحنا كمان دلوقتي عندنا مجلس اعلى لتنظيم الاعلام، انا مش عارف الكلام ده يدخل ضمن دوره ولا لا، نتمنى، لان الوزير السابق خالد عبد العزيز ده هو راجل رياضي في الاساس وهو يعني فاهم وعارف، يعني بنبارك له بالمناسبه لانه بصراحه شخصيه عظيمه ويستاهل كل خير، ونتمنى له التوفيق في المهمه الصعبه دي الفتره الجايه. وهو كان وزير الرياضه، وزير شباب ورياضه، وعارف كويس جدا اللي يتعرض ليه اللعيبه، ومدرك حجم اللي احنا بنتكلم فيه بالظبط، ان انت دور مهم جدا الحاجات دي تواجهها ازاي. انا عارف ان هي صعبه ومعضله كبيره جدا في ظل توغل عالم السوشيال ميديا، بس خد بالك ضررها في الحته دي ممكن يؤدي ان انت تصحى في يوم من الايام على كارثه. في ناس متعصبه جدا للكوره ومتعصبه جدا لانديتها، فانت لو في ضربه سكرين او اتعمل حاجه ضد لاعب معين وحد قابله في مكان ما وحصل اعتداء وحصل مشكله بلاش دي، انت ممكن بتاخد وقت قد ايه من المسؤولين عن الكوره؟ يعني مثلا لو سكرينات اتضربت لاي لاعب، المدير الرياضي يشتغل ومدير الكوره يشتغل يتحقق من كده، انت بتاخد وقت كبير جدا. هل احنا عندنا اليه ان احنا نحد من الموضوع ده نعرف نواجهه؟ نتمنى يكون في اليات معينه على المستوى القانوني طبعا فيه، وعلى مستوى الاعلام الرياضي يكون في حاجات تواجه طيب الكلام ده. هل السوشيال ميديا وتناولها لكل ما يدور داخل النادي الاهلي بشكل مكثف حتى لو في امور سلبيه بتاثر بالسلب على المنظومه وعلى اللعيبه وعلى الجهاز الفني؟ طبعا بص، لانك انت على تواصل دايما مع الاجهزه الفنيه او اللاعبين، يعني انا بقول لك الكلمه دي ليه؟ لان اللعيبه بتشتكي من الموضوع ده. بتشتكي طبعا. بص، اللي يقول لك ما بشوفش وما بتاثرش ده يبقى عالم في عالم مغيب. السوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجات من الحاجات الضروريه في الحياه، هي لها ايجابيات كتيره، بس سلبياتها دلوقتي في الوضع العام اللي انت فيه فيها سلبيات كتيره، خصوصا ان بقول لك البعض بيدس على، يعني انا نفسي شايف وراصد الكلام ده بحكم شغلي، ان في حمله مضاده ضد عدد من لاعبي النادي الاهلي. حمله طبعا. انت لما تيجي تشوف مثلا امام عاشور واللي بيحصل معاه، بص انا هنا مش بقيم موقف امام عاشور والازمه اللي حصلت، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. انا بتكلم تبعيات هذا الامر. انت كل يوم بتلاقي 3 4 5 سكرينات على حساب امام عاشور في الانستجرام
مضروبين. ايه الصوره اللي انت عايز تبنيها؟ الصوره دي خد بالك انت بتصدر اكاذيب لحد ما في يوم من الايام مع الوقت تتصدر صوره، سيبك من امام على اي لاعب، ان اللاعب ده سلبي، ان اللاعب ده تبتدي تتكره عند جماهير النادي الاهلي، تبتدي ترسم له صوره ذهنيه مش حلوه. خد بالك ده دي جزء من الحرب النفسية. بالظبط، ممكن ناس او انديه تستخدمها، بتكون صوره ذهنيه لو انت شايفها ايجابيه بيخليلك سلبيه. هرجع لك لحاجه بس بسيطه جدا معلش في دقيقه. فاكر ماتش 3-1 بتاع الترجي التونسي اللي الاهلي كسبه في نهائي دوري الابطال اللي كان هنا؟ فاكر السكرين الجواب اللي طلع المضروب ان الحكم خد فلوس من الشركه الراعيه؟ فاكر طبعا. فاكر ساعتها ده كان برعايه مقدم برنامج دلوقتي منتشر ومتواجد، ويمكن اللي عمل كده منتشر في البرامج القصه دي اتاخد عليها قرارات وابتدت بقى وتحصل شحن في تونس والكلام ده كله. بعد سنه شوف الواقعه خدت صدى قد ايه. بعد سنه اصدر الكافو بره الحكم الجزائري وقال ما فيش حاجه من الكلام ده كله والكلام ده كله، ورجع يتمرن. هو اتوقف فنيا، اتوقف فنيا. هل شفت حد اعتذر؟ لا، ومن غير الاعتذار يعني زي ما بيقول انت في القضاء يقول لك على حجم اللي دينا تنزل توضيح بنفس المساحه ايام كان الصحافه القديمه المحترمه اللي احنا كنا بنعرفها. هل حد برأ ساحه الحكم وقال ان كل الوقائع دي كانت من اختلاق ناس معينه؟ هل اللي عمل كده اعتذر اصلا للنادي الاهلي؟ حلو، ده بالعكس ده اتكرم وابتدى يقدم وينتشر وانت خسرت بطوله بفعل فعل. بس دي مش بس انا بقول لك اللي هي الصوره الذهنيه اللي اتكونت لمده سنه ان حصل كذا 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 كذا. لما القصه خلصت واتضح النادي الاهلي بريء منها واتضح ان الحكم مش ما فيش الكلام ده كله، هل حد طلع قال نفس القصه؟ انت بتعمل صوره ذهنيه على اللعيبه، يعني صوره ذهنيه على امام عاشور، صوره ذهنيه على محمد الشناوي، صوره ذهنيه على مصطفى شيبو، صوره ذهنيه على مش عارف مين، صوره ذهنيه على حسين الشحات، صوره ذهنيه على محمود عبد المنعم كهربا. وفي نفس الوقت انا بقول الكلام ده اللاعب عليها ان يدرك انه لاعب كره قدم شهير عليه قيود. بس هتعمل ايه؟ انت بتشتغل في مصر، ما محمد صلاح زيك ووصل للمستوى ده عادي، لكن في نفس الوقت ما ينفعش ان انا اقفل عليهم كل حاجه. احنا شفنا محمد صلاح في الشوارع عادي، الدنيا الناس بتحترم الخصوصيات، ما ينفعش ان انا اضرب الكلام ده كله. اتمنى ان يبقى عندنا اليه نوصل للمرحله دي، عشان انت هتخسر نجوم ممكن تبقى كوادر رياضيه على المدى القريب او البعيد بالصوره الذهنيه اللي بتتصنع عليهم وبتبتدي تصدق واحده واحده. والمصيبه الكبرى يا استاذ محمد ان احنا وسائل الاعلام بدل ما هي اللي بتوجه السوشيال ميديا بقت السوشيال ميديا هي اللي بتحرك للاسف الاعلام للاسف. ودي وده خلط. عشان كده بقول لك اتمنى من الوزير خالد عبد العزيز، هو انا عارف الحته بعيده بس اتمنى الحته دي تكون موجوده في حساباته اكيد.